ونقول حياكم الله في أولى فقرات هند سوشيال، فقرات مختصة في كل ما يعنى في أخبار التواصل الاجتماعي، التطبيقات الترندينج، بالإضافة إلى نصائح تسويقية ومفيدة حق المشاهدين. نشوف أول خبر معنا. الخبر الأول عن أكثر تطبيق اليوم مسوي ضجة في العالم. هذا التطبيق مسوي مو بس ضجة، مسوي لوية من عقب ما تكلم عنه إيلون ماسك. نزل تويتر وقال إن أنا راح أتواجد على تطبيق كلاب هاوس. التطبيق بسيط جدا، وإذا يذكرنا بتطبيق بالتوك اللي بالتسعينات. تطبيق عبارة عن دردشة، أو خلينا نقول مواقع دردشة صوتية وايد بسيط. ما تقدر تحصل على أكسس أو تقدر تدخل وتفاعل بهذا التطبيق إلا لما أحد داخل التطبيق يدز لك دعوة. فهو وايد برايفت، يسمونه التطبيق السري، ويمكن هذا الطابع اللي عطاه صفة الأولوية والأهمية واللي سوى عنه وايد لوية. بساطته إيه اللي عطته هذا النوع من الطابع المميز في الانتشار، وأن الناس تقدر تتفاعل بكل بساطة في مجرد أن تفتح السبيكر وبعدين تحطه ميوت. عبارة عن غرف متعددة ونوادي من مواضيع مختلفة تعنى في الناس المهتمة في مواضيع معينة. هو من التطبيقات اللي لها خلينا نقول وايد صدى هذه الفترة، ومتوقع أن العديد من التطبيقات الكبيرة اليوم تقلده أو تاخذ هذه الخاصية الصوتية من كلاب هاوس. من أهم النصائح اللي إحنا اليوم في 2021 لازم نركز عليها إذا إحنا قاعدين نسوق على الموبايل، إنه يكون محتواك قصير، محتواك ما يعدي 2.5 أو 2.5 دقيقة. ليش؟ لأن المشاهد ما عنده وقت، يبي معلومة سريعة، تعود على التطبيقات السريعة. فحق صناع المحتوى والناس اللي يسوقون ضروري تقصرون من محتواكم أو فترة الفيديو إذا كان هو يعتبر تحدي، بس راح تحسون بالفرق بينه وبين أي محتوى ثاني يكون طويل. وأنا شخصياً لما أسجل أي محتوى أحرص أني أضغطه كثر ما أقدر حتى يكون خفيف وسريع ولطيف. تطبيقات مهمة ومفيدة. تطبيقنا اليوم هو تطبيق سلاك. تطبيق سلاك هو تطبيق مو قديم، جديد، وايد مميز، لأنه يساعدك أن أنت تشرك الموظفين اللي عندك بالشركة وتشتغل معاهم عن بعد. مميز ليش؟ لأن استخدامه كنا قاعد تستخدم الواتساب. إنزين، عبارة عن دردشة وعبارة عن قنوات وأماكن تقدر أنت تخاطب فيها الموظفين برايفت أو بمجموعة أو بجروب. إنزين، غير كذي في كل الخواص اللي هي عبارة عن التواصل بالفيديو، التواصل بالصوت، والأهم من هذا كله سيرفراته مربوطة في جوجل. بكذي نكون خلصنا فقرتنا الأولى. أتمنى أن جازت لكم واستفدتوا من المعلومات الخفيفة. نشوفكم الأسبوع الجاي في الفقرة الثانية.